السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده المختبر بتاع جوجل، يعني قبل ما تنزل المنتج للناس كلها بتبدأ تورولك هنا لو انت حابب ان انت تكون من اوائل الناس تجرب التكنولوجيا الحديثة قبل ما تنزلها على الموقع بتاعها بشكل رسمي. طيب هنشوف دلوقتي مع بعض حاجة اسمها جين تايب. يعني ايه؟ يعني بتختار مثلا ان انت تخلي الكلام بتاعك كأن في مربع على توست او حاجات زي كده. فهنجرب الموضوع ده. طبعا انت بتختار اي حاجة انت عايزها وبتختار اي كلام انت عايزه، ليك مطلق الحرية. تمام، في حاجات مثلا بالشكل دوت، يعني ممكن اكتب اسم مثلا بالشكل ده او بالشكل ده او كل اي شكل، دي كلها ممكن اعملها مثلا على كتب. تمام، فاختار مثلا حاجه زي كده. تمام، وابدا اقول له هنا، هو طبعا اي حاجه هتكتبها هو عمر سليم. تمام، بالشكل دوت. شوف اوتوماتيك كتبها ازاي، شكل الحروف اهي لو انت عايزها تبقى بشكل اكبر. ممكن تسيبها كاي صوره، ممكن تشيرها مع الناس، مش تشير مع الناس انها تدخل وتقدر انها تشوف اللينك وتقدر تعمل كل واحد فيهم الاسم بتاعه. طيب خلينا نجرب حاجة تانية، مثلا نجرب مثلا حاجة زي كده. تمام، اكتب بقى اللي انت عايزه. تمام، اهو يعمل لك الاسم بتاعك بالشكل الجميل دوت. تعال نشوف الصورة. ممكن طبعا نروح ايه، مخلينا على سطرين مثلا، انتر لو في انتر. ممكن نكبر الشكل بحيث انها تبان. تمام، ممكن من جاليري هنا نختار بقى شكل مثلا زي كده ونطلع فوق، يبدأ هو يعمل لنا نفس الاشكال. شايف الحروف اهي كلها؟ تمام، يبدأ ان هو يكونها لنا. ممكن نقول له عايزين حاجة مثلا بشكل بلومنج دوت مثلا. حسب بقى ايه اللي انت عايزه. جايب لك الحروف اهي بالشكل دوت. طبعا انت مش ملزم بالكلام ده، انت تقدر تعمل سيلكت وتغير كل اللي انت عايزه. تمام، يعني ممكن تخلي بدل الستار دي تخليها رملة، اي حاجة انت عايزها، ما عندوش اي مشكلة. تقول له جنريت، يبدأ يكون لك الحاجة اللي انت عايزها. بصراحة تجربة جميلة. طبعا مش هو أول حد عملها، في شركة أدوب كانت عاملاها في الفاير فلاي، في شركات كتيرة يعني اشتغلت في الموضوع دوت، وجوجل برضو بتحاول تعمل حاجة بجودة تكون مميزة. زي ما شايف في بعض الحروف مختلفة شوية، هنشوف على العموم. يعني شكله هنا شغل، هنا ستار وهنا مون، فلسه هنشوف هتبقى عاملة ازاي. خلينا نيجي نكتب هنا عمر سليم، فبيكتبها بنفس الشكل اللي احنا قلنا له عليه. ممكن بقى تخليها على هيئة بلالين مثلا. يعني نقول له مثلا عمر، فاستمتع بقى بالتجربة. تمام، ابدأ غير في الكلام، ابدأ يقول له انا عايز مثلا شخصيات توم وجيري زي ما انت عايز.